فريد على قناة أنفاس بريس ضيفة الميكرو هي مرصبة في امتحان المحاماة هي أسماء هزام. كي جاتك أختي وكان الإحساس ديالك كنتي مرصبة؟ هو كان واحد النوع ديال الصدمة، وهذه الصدمة عمت جميع الأسر اللي عندها أبناء ترشحوا للولوج هذا المينا، كانوا باغيين يفتخروا بأبناء ديالهم كمحامين، إذا بهم غادي يتفاجئوا بتصريحات الوزير أنه كيختار غير فئة معينة دون الأسر الأخرى اللي كتعتبر نوعا ما فقيرة. هذاك اللي صيفط ولدو لكندا و... نعم، عنده جوج دبلومات. نعم. والرسالة اللي بغيت تصيفطها لهذا الوزير هذا؟ صراحة هو ما عندي لي حتى شي رسالة، لأن الخروج الإعلامي ديالو الأخير كان مشابه لجميع الخارجات، تيتضمن نوع من الاحتقار، نوع من الطبقية، ووصل أنه ولا كيهددنا بالزج بينا أمام المحاكم، وحنا غادي نستمروا في النضال ديالنا طالما كنأمنوا بالدولة ديالنا وبجميع المؤسسات ديالها. وحنا يا كنطلبوا جميع الناس يتضامنوا معنا، وبالخصوص المنظمات الحقوقيه، الجمعيات الحقوقيه، وايضا لما لا حتى الاحزاب حتى هي، حتى المحامين حتى هما، لان هذه القضيه كتهم جميع المغاربه طالما هي كتعلق بجهاز مهم الا وهو العدل. قلتي لي بان الوزير مستهدفك، يعني فيما كيخرج شي خارج في الخطاب ديالو تيوجه خطاب العنصر نسوي، او لا نقدروا نعتبروه تمييز ضد المراه، تيمارس هذا النوع ديال التمييز، وفي نفس الوقت كيتضمن الكلام ديالو نوع من الاحتقار. ونورمالمون كما كتعرفوا وزير العدل خاصو يكون عنده واحد، دائما كنقول واحد الثقل في الكلام ديالو، يكون كلامه موزون، وحتى الا كان لمس عيب، واخا هادشي اللي كاين هذا ما ماشي عيب وانما هذا ظلم، خصو يكون راقي في الكلام ديالو، كيختار واحد كلمات جميله جدا باش يوصل الرساله ديالو، لان ميزان العدل كيكون ميزان ديال الشرف، ميزان ديال الاخلاق اكثر، لانه لو كانت الاخلاق لما كنا في حاجه للعدل في الاساس. والخرجه ديال الوزير العدل الاخيره قالك ان يعني شي طالب تولي الامتحان، يعني قالك يعني دار متابعه يعني دار متابعه في حقه، انه قالك دار جوج ماتريكيل ديال البطاقه، يعني غير احنا كما درسنا في اركان الجريمه كيكون عندنا الركن المادي، الركن المعنوي، الركن القانوني. الجريمه اللي كيتكلم عليها السيد الوزير ما عندها علاقه بالطالب، لانه ما متوفرينش هاد الاركان، والطالب حتى اللي نفرضوا كاع دخل المعلومات جوج خطرات هذا كيتعتبر خطا، ما كيتعتبرش تزوير. وحنا لحد الساعه غادي نساندوا الزميل ديالنا الى اخر رمق. وكي جاتك ان السيد الوزير يعني حط واحد الاقتراح ديال القانون بان بنادم يشري الحبس ديالو؟ كما كنعرفوا جميعا ان معمر كنقارنوا العقوبه بالمال، لان العقوبه الهدف ديالها هي اعاده تاديب الاشخاص الخارجين على القانون والردع ديالهم طبيعه الحال. فملي كنوليو العقوبه كنعطيوها تاديبيه، كنعطيوها صلاحيه بالمال، هنا ستعم الجريمه طبيعه الحال. ميساج السي وهبي، اول حاجه كنتمنىك انك تعاود تراجع الدروس ديالك جيدا، ما حافظش مزيان على مستوى اللغوي وعلى مستوى القانوني وعلى مستوى الاخلاقي، لان انا باش نستعملوا الفاظ في منبر مهم ووطني كيمثل الدوله ديالنا ونقولوا التكالب، نقولوا بعض الفاظ شويه مسيئه، ما كتلقش بوزير ولو هو قال لك لا انا ممكن نستعمل الفاظ اكثر من هذه ونشرمل هذا الوزير. خاصو يراجع الدروس ديالو، انا كنقول ليه دروسك خاصك تراجعهم، وحنا ما عندنا معك حتى شي اشكال، كيف ما دابزتي مع المحامين ووصلتي معاهم الحل، غادي حتى حنا غادي ندافعوا على حقنا حتى نوصلوا للحل.